جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، القمم لأهل الهمم، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب الأغر المبارك. ولأنكم أهل سمو ورقي أردت اليوم أن أحدو إليكم حداء الأرطان في كلمات يسيرات لنشحذ بها الهمم وليبعث بها الوسنان وليشفى منها العليم، راجيا من الرب الجليل أن يجعل لها القبول، إنه ولي ذلك وهو المأمون. القمم لأهل الهمم، ما هي إلا كلمات جمعتها من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا لأبديها لكم يا أهل السمو، يا أهل الرقي، يا حملة لا إله إلا الله، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولمدى أبديها لكم وكل شهم منكم رمز فتوة، السماء تروي إلى الأرض سموها، همم لو أن للأرض بها معهدا لم يملك الدهر عتوا، غيركم قد جنحت نفسه في الهوى يهوي بها سبعون قوة، وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة، همة بل دعوة بل صحوة في صفاء ونقاء وأخوة. القمم لأهل الهمم، من هم أصحاب القمة؟ إنهم أصحاب محمد صلوات ربي على نبينا محمد. فإن كان في العادة أو الغالب دائما وأبدا أن كل تلميذ يستمد قواه من شيخ وأستاذ وقائده ومعلمه، فما بالك بالصحابة الذين أخذوا العلم صافيا من المعلم الأول محمد عليه الصلاة والسلام. مجاهد صنديد في جبال الأفران في كابل هناك أخذ ينشد قبل المعركة ويقول: يا رب
يا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفين. أترجم، يقول هذا الصحابي الجليل عبد الرباح بن حكيم، يقول يا رب إن كتبت علي القتل، إن كتبت علي الوفاء، فلا تمتني في بيتي الجميل ولا على فرشي المزرخشة، ولكن اقتلني في سبيلك إربا إربا في ساحة الجهاد. فلما علم الله صدقه وسمو غايته وعلو كرامته رزقه الله الشهادة، وأتوا بالأسماء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال عمر: من الذي مات؟ قال: فلان وفلان وفلان صاحب الأبيات لا نعرفه. فبكى عمر وقال: يكفي أن الله يعرفه، يكفي أن الله يعرفه. والسؤال: هل عرفك الملك؟ هل عرفك الملك؟ هل عرفك ملك الملوك؟ هل أعتق رقبتك من النار؟ نحن في أيام مباركات، وها هو رمضان يودعنا جميعا، ولكن عزاؤنا بقاء ليلة هي خير من عبادة ألف شهر، ليلة القدر. لذا لابد من سمو في الهمة حتى تدرك هذه الليلة الغالية. انظر إلى أصحاب محمد صلوات ربي على نبينا محمد، كان حلول الفرج يومك يومك، حلول هذا اليوم سأواصل على الصلوات الخمس في جماعة، سأواصل على الأعمال الصالحة، سأواصل على وردي القرآني، سوف آتي بصيام نقي لا رفس فيه ولا صخر، سوف أقيم الليل لربي جل وعلا قائلا بلا صخر بلا جزع، محتسبا الأجر عند الله جل جلاله. جلس النبي الأمين عليه صلوات الحكيم الخبير يوما مع مجموعة من صغار الصحابة من شباب الصحابة، والحديث رواه مسلم وغيره، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبنوا علي، نفسك فيه أعطيك. تخيل نفسك الآن مع المصطفى صلوات ربي على المصطفى، ويقول لك أنت بشحمك ولحمك تبنى علي، نفسك فيه، فبماذا أنت قائل؟ فقال الأول: أريد ثوبا يا رسول الله. فأعطاه النبي ثوبا. وقال الثاني: تمن، ماذا تريد؟ قال: أريد تمرا يا رسول الله. فأعطاه النبي تمرا. أما الثالث قال: يا رسول الله أريد دراهم. فأعطاه النبي الدراهم. أما الرابع ربيعة بن مالك الأسلمي، احفظوا اسمه يا شباب، سجلوه على مشاش القلب، اكتب اسمه برموش عينك على صحائف خدك. لما؟ لأنه تلميذ من تلاميذ محمد صلوات ربي على نبينا محمد. قال: تمنى علي يا ربيعة، نفسك في ايه؟ أعطيك، ماذا تريد يا ربيعة؟ قال: يا رسول الله أريد أن أناجيك بيني وبينك. انظر إلى السمو، انظر إلى الرقي، انظر إلى الأدب الراقي. يا رسول الله أنا صاحب هدف النبيل، أنا صاحب غاية، لا أريد لهؤلاء الصحب أن يسبقوني إليها. فأخذه النبي إلى جوار حائط وقال: ها يا ربيعة، تمنى علي أعطيك. فقال ربيعة بن مالك الأسلمي: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا ربيعة، أو غير ذلك أنت صادق فيما تزعم؟ فقال: يا رسول الله هو ذاك، أريد مرافقتك في الجنة.
الجنة. اسمح لي إن كان لك هدف غير موافقة النبي في الجنة فليخسر هذا الهدف. إن كانت لك من أمية غير موافقة النبي في الجنة فلتخسر تلك الأمية. كل الأهداف كل الرايات تتلاشى، ليس لها وجود، تضمحل أمام أريد موافقتك في الجنة، أريد موافقتك في الجنة، أريد موافقتك في الجنة. فماذا عساه يقول صلى الله عليه وسلم؟ دمعت عينه وقال: يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فاسجد واقترب، كلما سجدت لله رفعت درجات عند الله جل جلاله. أيها الغالي، أيها الحبيب، انظر إلى صحابة النبي الأمين، كيف كان الرجل منهم يعيش على الأرض، أما روحه فتحت العرش هناك. صحابي جليل تربى على يدي النبي الأمين عبد الله بن حرام الأنصاري، والحديث في الصحيحين وغيره. لما كان يوم أحد استيقظ من نومه ونادى على ابنه جابر بن عبد الله وقال: يا جابر يا جابر يا جابر. فجاء إليه الابن الدار وقال: لبيك أبتاه، ماذا تريد؟ قال: يا بني إني رأيت رؤيا حق إن شاء الله، أني سيكون أول من يقتل غدا. يا بني أوصيك بأخواتك خيرا، يا بني علي من الديون كذا وكذا وكذا، فاستعن بالله عليها وقل إن عجزت: يا مولى عبد الله اقضي عن جابر بن عبد الله. فقال الولد البار: ومن مولاك أبتاه؟ قال: يا بني الله ورسوله، الله ورسوله. ثم قام فتحنط وتكفن وصلى لله ركعتين، ثم بدأت المعركة، فكان أول من قتل في يوم أحد. يقول جابر بن عبد الله: فأخذت أبكي والناس ينهوني ورسول الله لا ينهاني. فقال له المصطفى: يا جابر يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيه؟ لله دره، لله دره. رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يطيب خاطر جابر بن عبد الله، وأنت يا رسول الله من الذي يطيب خاطرك حين مزق عمك حمزة تمزيقا بين يديه؟ من الذي يطيب خاطرك وقد مزق 70 من صحابتك بين يديه؟ من الذي يضمن جرحك يا رسول الله وقد قصرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيك يا رسول الله؟ من الذي يطيب خاطرك وقد تعرضت لإحدى عشر محاولة اغتيال كلها باءت بالفشل؟ من الذي يطيب خاطرك والصحابة جرحى بين يديه؟ من الذي يطيب خاطرك وهؤلاء اليتامى أنت كفيلهم يا رسول الله، وهؤلاء الأوامر في عنقك يا رسول الله؟ من الذي يطيب خاطرك يا رسول الله؟ يأتي المصطفى رسول الهدى الرحمة المهدى ويقول لجابر بن عبد الله: يا جابر يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لقد جمع الله أباك وكلمه كفاحا بلا ترجمه بلا واسطة، كلمه وما كلم أحدا غير أباك، وقال: يا عبد الله تمنى علي، يا عبد الله تمنى علي. تلميذ من تلامذة محمد يكلمه الرب كفاحا
تأكل الصغار، ومما زادني فخرا وتيها، وكنت لأخلصي أطأ الزورية نذوري تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا، بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. يا عبد الله تمنى عليه، فقال عبد الله: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال الرب جل جلاله: لا، إني كتبت على نفسي أنكم إليها لا ترجعون. تمنى أخرى يا عبد الله، فقال: أتمنى أن تخبر من ورائي، يعني من صحابة المصطفى، يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني سلف الأمة. فينزل الله، ينزل الله عز وجل قرآنا يصلها إلى قيام الساعة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الآيات. فقال النبي المختار: يا جابر يا جابر، أتدري ما صنع الله بروح أبيك ومن معه من المؤمنين، يعني من الشهداء؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فجاءت أخت جابر فاطمة تبكي وتصرخ، فقال المصطفى: يا فاطمة أهملت أجنن؟ يا جابر يا جابر، أتدري ما صنع الله بروح أبيه ومن معه من المؤمنين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال الصادق: لقد جمع الله روح أبيه ومن معه من المؤمنين في حواصل طير تلد الجنة حيث شاءت، فتشرب من مائها وتستظل بظلها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش إلى قيام الساعة. القمم لأهل الهمم. جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي محمد، أشبه الناس خلقا وخلقا بالمصطفى صلوات ربي على المصطفى، يأتي من دار الغرباء الشهداء الطرداء من أرض الحبشة عند فتح خيبر، فيعانقه النبي المصطفى ويبكي بأبي وأمي وروحي ويقول: والله والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. فماذا ينصبه المصطفى؟ ماذا يعطيه المصطفى؟ أعطاه إدارة؟ لا. إمارة؟ لا. زوجة حسناء؟ لا. لعاعة من لعاعات الدنيا؟ كلا وألب كلا. ماذا أعطاه المصطفى؟ أعطاه شرف أن يكون قائدا من قواد يوم موته، فيعطيه الراية وينطلق مجاهدا في سبيل الله، وهنا ترفع يمناها. الله أكبر. قطع اليمين سهل، نعم سهل في جنب الله، سهل في ذات الله، سهل من أجل هذا الدين، سهل فداء للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فقطعت يمناها، فأخذ الراية بيسراها، فقطعت يسراها، فاعترض الراية، فأخذت السهام تدور فيه، روحه سافرت إلى السماء. أما دمه الزكي الطاهر فصرصر على الأرض ليكون مدادا للتوحيد إلى قيام الساعة، فقبره هناك. أما روحه فعند العرب، وهنا يبكي الناس
النبي المصطفى أنها تحاول تتلقى الضربات في ذات الله، يقول بأعلى صوته ولست أبالي، يقول بأعلى صوته: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، إلا خيصها غرابها، ويموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. النبي المصطفى على منبره في المدينة يراقب المعركة هناك ويقول: أما جعفر فقطعت يمناه، فأخذ الراية بيسراه، فقطعت يسراه، فاعتبر الراية، فقتل جعفر، فقتل جعفر، فأدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. القمم لأهل الهمم خالد، وما أدراك ما خالد؟ سيف الله المسلول، أعني أبا سليمان الذي ما هوزن في جاهلية ولا في إسلام، ينطلق وهو يموت بالسكرات بعد 100 معركة محجلة انتصر فيها ورفع راية الإسلام، وهنا بدأت السكرات بسيف الله في الأرض خالد، فبكى وأبكى من حوله وقال: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ما ليلة يهدى إلي فيها عروس، أنا لها محب أبشر فيها بالولد، من ليلة شديدة البرد شديدة الجليد متترس في دروعي والسماء تمطر، أنتظر الصبح حتى تغير على أعدائنا، الدم الزاكي جرى في عرقهم، فاض مسكا وتندى عن برى، فاسألوا عن كل نصر خالدا، واسألوا عن كل عدل عمرا، يقول خالد: والله ما موضع أربع أصابع إلا وفيها ضربة بسير أو طعنة برمى، وهذا أموت على فراشي كما يموت العنز، لا نامت أعين الجبلاء بحال، ردتي وعتالي في سبيل الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وطالت روحه. القمم لأهل الهمم عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد يرتقي المنبر الكوفي وبين يديه 22 دولة، ولكنه صاحب سرور صاحب رقي يتوق إلى الجنة ويبكي، يقول المحدث الراوية الثقة رجاء بن حيرة: والله الذي لا إله غيره، لقد رأيت عمر بن عبد العزيز يرتقي المنبر الكوفي ويعظ الناس ويبكي، فأبكى من حوله حتى نظرت إلى جدران المسجد. هل تبكي معنا؟ هل تبكي معنا؟ ويقول: إنني نفسا تورقا، أي صاحبة سروره صاحبة رقيه لا ترضى بالدون، إنما تريد جنة الخلود، إنني نفسا تورقا، تارقت إلى الإمارة فنلتها، فتارقت إلى الخلافة فنلتها، وأنا ما أتوق إلى الجنة، اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، فيرزقه الله عدلا في الرعية، خلافة تحاكي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القمم لأهل الهمم أيها الغالي أيها الحبيب، هذه وعظات وغيظ من خير، ولو استرسلت ورب الكعبة لا يكفيني الدهر كله أن أشير إلى هؤلاء النجوم، فلا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، هيئات ليس الصلاة
الصحيح إذا مشاك المقال، والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه بقوة: ما السبيل إلى هؤلاء؟ كيف نصل إلى هؤلاء؟ كيف أكون صاحب همة عالية؟ كيف أدرك ليلة القدر؟ كيف أعوض ما فات من رمضان؟ خذها مني وعطات سريعة جدا، لأن عقارب الساعة تطاردني دائما وأبدا. أولا، اعلم من أنت. من أنت؟ مع ذنوبك، مع آثامك، مع غدراتك وفجراتك، مع تطاولك على الملك ليل نهار، صباح مساء، سرا وجهرا. من أنت؟ لا شيء أمام قدرة الباري جل جلاله. ومع ذلك نتبغض إليه بالمعاصي، ونحن أحوج ما نكون إليه، ويتودد إلينا بالرحمات والرحمات، وهو أغنى ما يكون عنا. شرنا إليه صاعد، وخيره إلينا نازل. الله اسم لصاحبه كل كلام، الله اسم لصاحبه كل جناحم، الله ما تعلقت به إلا نجاك، الله ما رجعته إلا شفاك وعافاك، الله 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 يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والسرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يأخذهن بيديه ويقول: أنا الملك، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ سل نفسك من أنت أمام قدرة الباري جل جلاله، ومع ذلك يتودد إليك، يأويك، يحبوك، يفتح لك طريق الجنة. هيا الآن، الآن ابقي بنفسك في الجنة، وقف على أبواب رحماته، فنحن في أيام مباركات، وعول ما فاتك، ولا تعول على الماضي بما فات، فأمامك فرصة لا زال في العمر بقية. هيا انطلق، كم من ناس كانوا بيننا في رمضان، والآن ولا أن لو عاد الزمان أخرى، لو عاد الزمان أخرى. كم من ناس ودعناهم وهم الآن وسط عساكر الموتى. احمد الله أنه لا زال في العمر بقية. عود ما فاتك، فالخيل النجيبة هي التي تبذل أقصى طاقتها وجهدها للفوز بالسباق، ونحن في نهاية السباق. هيا، ما زاد أمامك ليلة خير من ألف شهر، أي خير من عبادة 83 عاما وأربعة أشهر. هيا انطلق، عود ما فاتك، اجعل شعارك يومك يومه، فالأمس ماضي لن أعول عنه بما فيه، والغد مستقبل لا أدري ما الله صانع فيه، وهل سيكتب الله ليقضيه العمر أم سيكون وسط الموتى. فحلولك أيها النذير، حلول يوم، حلول يوم. سأواصل على الصلوات الخمس في بيوت الرحمن، نعم، سأواصل على النوافل، نعم، سأقرأ وردي القرآني، سأعتكف في بيت من بيوت الله، ولن يشغل من صديق عن طاعة الله، بل سأنطلق من طاعة إلى طاعة، سأرمي مع كل أهل عمومية بسهم، سأتصدق مع المتصدقين، سأكون
اللهم هذا اكتب على سجر روحي وعلى رشاش قلبي انا محمدين انا من اتباع النبي محمد صلى الله على نبينا محمد في مسند احمد بسند صحيح صححه الالباني قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انتم اي انتم يا امه محمد انتم موفون 70 أمة انتم خيارها واكرمها على الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عز وجل جلست العرب يوما في مجلس حوار ومفاخره فيهم سلمان الفارسي فقال الاول انا تميمي يعني بني تميم وقال الثاني انا حوازمي وقال الثالث انا غفاري وقيل لسلمان وانت يا سلمان ما نسبه ما شرفه ما بلده ما جماعتك التي تنتمي اليها فقالها مدويه ابي الاسلام لا ادري سواه ان افتخروا بقيس او تميم حياك الله يا سلمى وحيا الله بك هذه النغمه المحمديه الراقيه التي بعثت من قلبك مدويه الى ان يرث الله الارض ومن عليها نبينا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم قرأ يوما قول ابراهيم عليه السلام رب انهن اضللن كثيرا من النار رب انهن اضللن كثيرا من النار فمن تبعني فانه مني وعن عصاي فانك غفور رحيم وقرأ قول الله عز وجل في عيسى ان تعذبهم فانهم عباده فانهم عباده وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فبكى النبي الامين بابي وامي وروحي صلى الله عليه وسلم واذ الرب الجليل يقول لامين وحي السماء جبريل يا جبريل انزل الى محمد وساله ما الذي يبكيه فينزل امين وحي السماء جبريل الى امير اهل الارض محمد يا محمد ما الذي يبكيه فيقول امتي يا جبريل امتي يا جبريل امتي يا جبريل فيصعد امين وحي السماء جبريل الى الرب الجليل وهو اعلم ويقول جبريل يبكي محمد ويقول امتي 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 فيقول الله عز وجل انزل الى محمد وقل له انا سنرضيك في امتك يا محمد ولا نسوك ولا نسوك ارفع راسك فانت محمدي سائر على هدي النبي انت من خير الامم من اعظم الامم من اشرف الامم امه محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وفيها وكنت باخمصي اطر الثريا نزولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمدني نبيا اللهم اجعله حبيبنا اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين ما السبيل ارجو الحديث الى ما بعد جلسه الاستراحه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد اللهم اجعله حبيبنا اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين احبابي عود ما فاتك انامها ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر إياك أن تضيع لياليها أبدا فما هي إلا أياما معدودات وللقضي رمضان وما زال أبدنا أن ندرك ليلة القدر اللهم بلغنا وإياكم ليلة القدر وتقبل منا العمل فيها يا رب العالمين ووفقنا فيها للقيام والدعوة يا رب العالمين آمين 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 ثانيا
حدد هدفك، حدد الهدف، ما ستريد؟ الأول من أنت؟ والثاني ماذا تريد؟ أريد جنة، أريد جنة رب العالمين، أريد الفردوس. هل ادفع الثمن الآن، الآن. الجنة ليست للبطالين ولا الكسالى ولا للنائمين. الجنة تريد بذل، تريد بذل. ابذل وقتك، ابذل مالك، ابذل جهدك، ارمي مع أهل كل طاعة بما وهبك الله عز وجل من قدرات. فإن من الله عليك بالمال، هيا انطلق بمالك واجعل مالك سببا في دخول الجنة، كما قال النبي من قبل لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حين جهل جيش العسرة. والحمد لله أبواب الخير أمامنا مفتوحة ولا حول في ذلك. فارمي في الصدقة إن من الله عليك بالمال، إن من الله عليك بالدعوة إلى الله، إلزم وقتك بالدعوة وبداية الناس، واعلم أن الله عز وجل اصطفاك لهذا. إن من الله عليك بالقرآن، هيا اجتهد واكتب مرة وأخرى وأخرى وأخرى، فالحظ بعشرة حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ولعل الملك ينظر إليك مرة نظرة رحمة فلا تشقى بعدها أبدا. حدد هدفك، ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ إذا ادفع، ادفع، انطلق. هو خلسمة بن الحارث وحديث رواه البزار وغيره بسند صحيح صححه الألباني، يقول خلسمة بن الحارث كان شيخ كبير ربى الثمانين من عمره أو يزيد، ولما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر وأن الحرب قائمة، قال لابنه سعد لم يتجاوز 17 ربيعا، قال خلسمة بن الحارث لابنه سعد: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فابقى أنت معهم معهن، وأنا سأنطلق لأجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ كبير عمر 80 من عمره، فماذا يقول لابن البار ذات 17 ربيعة؟ قال: يا أبتي، للنساء رب يحميهن. يا أبتي، لو كان غير الجنة لآثرتك به، ولكني سأنطلق المجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خيثمة: يا بني، يا بني، أنا على أعتاب الآخرة، عن الله أن يختم لي بالسعادة. قال: أبتاه، لو كان غير الجنة لآثرتك به، لكنها الجنة أبتاه، والله لن أوثر بها أحد. فقال الوالد الكبير: إذا نقتلع، نعمل أمعة، واللي يجي عليه الدور هو اللي يجاهد مع المصطفى. فاقترع، فكان نصيب سعد 17 ربيعة أن يجاهد مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فأخذ فرسه وتنكر قوسه وأرسل سيفه وركب فرسه. فاسم الوالد الكبير يتعلق بقدم ابنه ويقول: بني، ايثرني بها يا بني. ويبكي: ايثرني بها يا بني. فيقول منه: لا لا، انها الجنة، والله لا اوثر بها احد. وانطلق ليجاهد مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فيرزقه الله الشهادة. فإذ بالخوف يأتون إلى خيثمة بن الحارث الشيخ الكبير ويقولون: أحسن الله عزاءك في ولدك، لقد مات شهيدا نحسبه والله عزيزه. فأخذ يبكي، فقالوا: أتبكي على ولدك؟ قال: لا لا، والله لا أبكي على هذا، ولكن والله لقد كان سعد أعقل مني، لقد كان سعد أعقل مني، ما آثر بالجنة أبدا. والله لقد رأيت البارحة في رؤيا حق يسبح في أنهار الجنة، ويأكل من ثمار الجنة، ويشرب من مياه الجنة.
بها أحدا. أيها الحليم، من أنت وماذا تريد؟ إن لم تحرك فيك هذه الكلمات ساكنة، السراب القلب يلمون سخط، فاسمح لي وأنا في غاية الخجل والحياة أن أطلق إليه آخر برقية سموه من القمم لأهل الهمم، علها أن تحرك فيك الإحساس، سأنقلك إلى عالم غير عالمنا، عالم لعلنا نتعلم منه السلوك والرقي. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سأنقلك إلى عالم غير عالمنا، علنا نتعلم منه السلوك في دقيقة واحدة. لما حذر النمل بني جنسه، لما حذر النمل بني جنسه، سطر له الوحي صورة تتلى باسمه. فخذ من النمل ثلاث: الجهل في العمل، تصحيح الخطأ، محاولة التجربة. لما أكل النحل طيبا ووضع طيبا، سطر له الوحي صورة باسمه وأوحى إليه. فخذ من النحل ثلاث، خذ من النحل ثلاث: أكل الطيب، كف الأذى، نفع الآخرين. لما جلت همة الأسد وبرزت شجاعته، سمته العرب 100 اسم. فخذ من الأسد ثلاث، خذ من الأسد ثلاث: لا ترحى بالمناقب، لا تتعاظم الخصوم، لا ترضى حياة الذل. لما أوهنت العنكبوت بيتها، ضربت مثلا للهشاشة، فاحذر في العنكبوت ثلاث، فاحذر في العنكبوت ثلاث: ضعف البنيان، عدم الإتقان، هشاشة الأركان. لما عاش الكلب دنيئا حقيرا، ضرب مثلا في الكتاب للعالم الغادر الفاجر الكاذب، فاحذر في الكلب ثلاث: خسة الطباع، نجاسة الآثار، سقوط المنزلة. لما عاش الذباب حقيرا وضيعا، ضرب مثلا في الكتاب فاحذر في الذباب ثلاث: الجناح، الحسة، سقوط المنزلة. لما حمل الهدهد رسالة التوحيد، كلم سليمان عليه السلام ونال الأمان وذكره الرحمن. فخذ من الهدهد ثلاث، خذ من الهدهد ثلاث: حمل هم الدعوة، حمل هم الدعوة، الأمانة في النقل، سقوط المنزلة. مسكين من كان الهدهد خيرا منه، والهدهد قد احتمل الرسالة ناطقا، أهلا بمن حمل اليقين وسلما. القمم لأهل الهمم ما هي إلا كلمات سكبت روحي في عباراتها، راجيا من الله جل جلاله، جل جلاله أن يبعث بها الوسنان، ويسحب بها العليل، وينشر بها المطوي. أيها السادة، أنتم أهل سرور ورقي، وهذا ما يشجعني الآن إلى أن أدعوكم جميعا جميعا إلى البذل والعطاء، إلى البذل والعطاء على النفقة من باب الصدقة لهذا المسجد الكريم المبارك. فكما ترون بأعينكم مصلى النساء سجر الآن بفضل الله عز وجل بقاعدة من الأراميتال. نسأل الله عز وجل أن يجازي كل من ساهم ولو بربع جنيه، ولو بربع جنيه خيرا، وأن يبدله مكانا قصرا في الجنة. فلا تحرم نفسك من البذل والعطاء لهذا المسجد، فمشاريع المسجد كبيرة وقوية بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصرنا على من دعا علينا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، لا تخيب رجانا، لا تخيب رجانا، اختم بالباقية الصالحات أعمالنا، دمرنا مما يرضيك أعمالنا، ارفع مقتك وروحك عنا، ارفع مقتك
عزتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعلنا يا ربنا لك شكائر، لك مطواعين، لك منيبين، لك اولحين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا امنا امانا، سلما وسلاما، سلما وسلاما، وسائر اقطار المسلمين. اللهم ادم على شعب ليبيا امنهم، ادم على شعب ليبيا امنهم، وعليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي اليمن وفي السودان، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم افعل اخواننا في الصومال، اللهم افعل اخواننا في الصومال، ليس لهم الا انت يا رب العالمين. ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم البلاء، ارفع عنهم الجوع، ارفع عنهم العطش، ارفع عنهم كل سوء يا رب العالمين، ارفع عنهم الامراض، ارفع عنهم كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، ووفقنا فيها للقيام والصيام وسائر الاعمال يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وما كان من توفيق ليس من الله وحده، وما كان من خطا او زلل او تقصير او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله تعالى من ذكر